الجمعة هذه نفرحوا مع اللاعب التونسي خالد القربي اللي يحتفل بعرسه مع جيهان بوقطايا الاسم اللي نعرفه برشا في كواليس برنامج اللي بعده. قصة حب بدأت من عام ونص وتتوج اليوم بالزواج. احنا في واحدة من اجمل قاعة افرح جمرت، نفس القاعة اللي تصور فيها كنت تذكره مليح عرس بايرم وزينة في مسلسل ولاد مفيدة. لهنا باش تسلوا طيام بحضور عائلتها والعزيز عليها. جيهان وصلت على بكري القاعة الافراح، هوني العروسة باش تلبس وتعمل مكياج متاعها وتحضر روحها لسهريتها. وسط أجواء احتفالية، خالد القربي يوصل للقاعة مع والده ووالدته وأفراد من عائلته وأصحابه. خالد اختار كسوة زرقاء غامقة لوكسامبل اعتمدوا اللاعب التونسي في ليلة توطية زوجته. عائلة العرايس، الأصحاب والأحباب، برشا جو، برشا ضحك، برشا غناء وموزيكا، الناس لهنا تستنى في دخلة العروسة. جيهان اختارت باش تلبس في الوطية متاحة ثلاثة كساوي تقليدية، هذه أول كسوة اعتمدتها جيهان. بالتعليلة تخرج العروسة للناس الموجودين في القاعة، نشوفوها تمشي وتتجلى بالكسوة الصفراء، كسوة مترزة بخيوط الذهب والفضة، مكياج تقليدي، وفاء تام للعادات والتقاليد الساحلية. ما عنديش ولاد، هذاك خالد هو ولدي، وهي بنتي الكبيرة هي بكرتي، وربي يهنيهم وربي يعطيهم الوقت طيب وذرية صالحة، وهذاك اللي ندعي لها. جيهان اختارت كسوة تقليدية كحلة، نشوفوا في العروس خالد يلبس في مرته جيهان شركة بالفلوس، الفرحة واضحة على العرايس والعائلة والأصحاب. صب المال وهات على ليلة البنات، هذه عادة مميزة وجميلة من العادات الساحلية. صب المال يا حوالي يجعلك عمارة في حوش سيد الرجل خالد فارس الخيالة كبيري سيد الناد. صار ربي هنينا إن شاء الله نعطي وقت طيب وتسحق كل خير الطفلة الحقيقة. جاهونتي وخالد أحبكم برشا، إن شاء الله ديما فرحانين. جو بسويت بوكو بوكو دامور. هذا الشيء الساحلي ثالث لوك تقليدي تعتمد جيهان الليلة، كسوة مش بعيدة برشا على كسوة الجلوة من حيث التصميم واللون، برشا تصاور تذكارية، العروسة فرحانة واستخواتها مصاحبتها. من بعد نهارين كنا موجودين مع العرايس في واحد من أفخم المطاعم في جمرت، لهنا باش تصير كتيبة صداق، هذه ليلة مميزة برشا في حياتهم. فيولينيست، ديكور فخم، أجواء راقية، عائلات وأصحاب العرايس كانوا في الانتظار، الناس الكل موجودة لهنا، ليلة الفرحة بالنسبة لخالد وجيهان. العرايس وصلوا المطعم، يديهم في دين بعضهم، جيهان وخالد كانوا في كامل أناقتهم، استقبال كان بالتعليلة التونسية. العرايس اختاروا خواتم سامبل برشا، خالد وجيهان يعقدوا قرانهم وسط أجواء حميمية ومشاعر صادقة. هكا كانت الأجواء، برشا صدق ومحبة. الليلة لعبة تونسي خالد القربي وزميلتنا في برنامج اللي بعده جيهان بوقطايا يدخلوا القفص الذهبي، نتمنى لهم دوام الفرحة والسعادة بالرفاء والبنين.